الحمد لله. دي يا فندم نماذج لمشاريع الولاد عاملينها علشان يحلوا مشاكل الطاقه، وان يكون في انا نوح فايد سفير محافظه الغربيه للمبادره الرقميه والمشاريع الذكيه، وعندي شركه بتقدم خدمات التكنولوجيا تعليم التكنولوجي للاطفال والروبوت والهندسه فهنا معانا اطفال شاركوا في مسابقه الفيرست ليج ليج الامريكيه وقدروا يكسبوا جوائز. ربنا يبارك له ويلخص الحياه يا رب. احنا غلابه وسكرين مشروع حياه ده الرئيس لكل شعب مصر. حصنا هنا في نهطاي مدرسة منها تعليم أساسي، دي الحمد لله رب العالمين تم الإنجاز فيها بنسبة 95.8%، 55 فصل حلينا بيها أساسا عليك كل التكاتيب اللي كانت موجودة في قرية نهطاي، حلينا بيها الفصول السنة اللي كان عندنا فيها مشكلة، حلينا بيها الفصول الأعداد اللي كان عندنا فيها مشكلة، حلينا فيها الكثافات اللي كانت موجودة في الابتدائي اللي موجودة. دي حلت مدرسة الشيخ محمد الجمل، وحلت فصول نهطاي الثانوية، وحلت مدرسة نهطاي الإعدادية اللي موجودة اللي كانت برضه فصول مستضافة، عملنا هنا فيها حوالي 55 فصل، خمسة وينمو، 10 فصول رياض أطفال، 30 فصل ابتدائي، فصول إعدادي 15 فصل، فيها مجالات وفيها مكتبة وفيها كمبيوتر، فيها كل الأنشطة اللي موجودة حتى الأنشطة اللي هي الخاصة بالأثنية وتنفيذ أعمال الرياضة للطلبة اللي موجودين، لدرجة إن إحنا بالمدرسة بعد بدعم معالي الوزير المحافظ إحنا خدنا هنا مساحتها تقريبا حوالي 6720 متر.